هو في ايه يا برنس؟ في ايه؟ هي المنتخبات العربية ماشية في البطولة دي بتنقط، ماشيين بنقط نوع كده في البطولة دي. ده بقى في اقبال كبير جدا جدا في مصر وتونس والجزائر على آلات الحاسبة. خلاص يا جماعة، كل واحد بقى يجيب الآلة الحاسبة والورقة والقلم في مصر وتونس والجزائر. المغرب فلت، المغرب فلتت يا جماعة. يا جماعة تونس النهاردة تعادلت مع مالي، ماشي، واحد 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 واحد، والصبح الجزائر اتعادلت، وامبارح مصر اتعادل. ايه يا جماعه؟ ايه كميه التعادلات دي؟ انتوا كيفين تعادلات ولا انا مش فاهم؟ ما انا مش فاهم. منتخب تونس دخل في حزب بيرما بقى، حزب بيرما اللي متعقربه، خساره الماتش اللي فات وتعادل الماتش ده. يا جماعه فوقوا، لعيبه تونس تفوق، لعيبه تونس تفوق يا جماعه. انتوا كده داخلين في نفس الدوامه، ولكن انتوا داخلين في دوامه سودا بقى. ان تونس، ان مصر والجزائر الاثنين تعادلوا ماتشين، اما منتخب تونس اتعادل ماتش وخسر ماتش. فبالنسبه مقارنه ما بين الثلاثه دول، منتخب تونس هو يعني الموقف عنده صعب جدا، صعب جدا. تفوق تفوق بجد. وعلى راي كابتن ابو تريكه لما قال النهارده في الاستوديو، قال لك ان المنتخب التونسي ما بيستغلوش علي معلول. ليه؟ علي معلول ده واحد من الحلول. انا مش فاهم، انا مش فاهم يعني علي معلول ده في الاهلي نجم، انا مش عارف ليه مش استغلوه. واحد فرده تقيله، فرده تقيله، مش فاهمها دي. ولكن منتخب تونس ولاعيبه منتخب تونس لازم تركز، عشان البطوله حرفيا بتودع، ولا منتخب تونس حتى يحطوا امل ان هم يصعدوا احسن توالد. ما احنا دلوقتي يا جماعه، منتخب تونس، منتخب مصر، منتخب الجزائر، الثلاثه بقى يعني خلاص، فكره ان احنا نصعد مركز اول دي احنا نسحنا الثلاثه، مصر وتونس والجزائر ننساها. احنا دلوقتي كل فكرنا لا هنصعد ثواني، لا نشوف المنتخبات الثانيه في المجموعات الثانيه، عبالا ما نصعد احسن توالد. ماشي، باذن الله، باذن الله الجوله الاخيره للمنتخبات العربيه كلنا نصعد، كلنا نصعد في البطوله المعقربه بنت المعقربه دي. بطوله غريبه، بطوله غريبه عجيبه مريبه، بطولة انت مش عارف مين بطلها، من مين وصفها، من مين هيطلع بدري. ما ممكن انت لسه لما تخش بقى، خلص الجولة التالتة دي في المجموعات واتفرج بقى، اتفرج على المفاجآت، لان المنتخبات اللي هتصعد من المجموعات دي منتخبات مفاجآت. يعني كاب فيرد ديت ما فيش حد كان متخيل انها هتصعد، الصراحة ما فيش حد كان متخيل، ما فيش حد كان متخيل ان غانا هتبقى المركز الاخير في المجموعة، ما فيش حد كان متخيل، ما فيش حد كان متخيل ان منتخب تونس يوصل بيه الحل للمنظر ده. مفيش حد برضه كان متخيل ان المنتخب الجزائري يتعادل اول ماتشين، ماشي، مفيش حد كان متخيل ان منتخب مصر يتعادل مع موزمبيق ويتعادل مع غانا، ماشي. فانت بتتكلم ان الثلاث منتخبات العربيه حرفيا حالتهم ضايعه. لازم تركيز في الماتش الاخير، لازم تركيز حرفيا في الماتش الاخير، لازم اللعيبه دي بقى تنزل بقى روح، تنزل بروح كده على منتخب تونس، ينزلوا بروح ويلعبوا عشان يصعدوا. طب خروجوا من دور ال 16، من دور الثمانيه كده. فاللعيبه لازم تفوق شويه، اللعيبه لازم تفوق شويه، سواء بقى لعيبه مصر، لعيبه الجزائر، لعيبه تونس، كله لازم يفوق، كلهم لازم يفوق، عشان حرفيا حرفيا المنتخبات العربيه يعني علامه استفهام كبيره جدا 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 في البطوله دي، الا منتخب المغرب. منتخب المغرب غير بقى، هو اللي فلت، هو المكسب بالتلاتة يا باشا مع على تنزانيا في اول البطولة وعدى، ماشي. ولكن اللي احنا شايفينه حاليا علامة استفهام كبيرة كبيرة قوي يا باشا. ربنا يستر علينا، وما تزعلوش اخوات التوانسة، وباذن الله منتخب تونس عاوز في الماتش اللي جاي، واحنا كلنا مع بعضينا، كلنا مع بعضينا يعني في البطولة ديت. ما نقلقش، اللايك بتاعك، سلام يا برنس.